وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس دكتور رياض درقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة. كما نتابع يعني دكتور رياض أن هناك يعني بعض الإجراءات التي تم التخفيف منها في بعض دول العالم، وكما نتابع تحديدا في فرنسا أنه لن يكون من الضروري أن يتم تقديم اختبار سلبي عند الوصول إلى فرنسا، شريطة أن يكون هناك تطعيم بالكامل بالنسبة للقادم أو الوافد من الخارج إلى داخل فرنسا. يعني برأيك ماذا عن تخفيف القيود والإجراءات بشكل أكبر في فرنسا خلال هذه الفترة تحديدا؟ مرحبا، شكرا لاستضافتكم. في الحقيقة أن الوضع في فرنسا حاليا يتجه نحو كما قلتم تماما تخفيف الإجراءات الاحترازية رويدا رويدا، ومراقبة انتشار الفيروس وتأثير ذلك على المشافي وعلى النظام الصحي في فرنسا وعلى الناس عن كثب. يعني رغم كل ذلك يعني نبقى مراقب بشكل نراقب الوضع ونتصرف وفقا لما سوف يحصل، لكن في الحقيقة أنه هذا له يعني قاعدة أو أسس بالأحرى، هو أنه بعد وصول أوميكرون منذ تقريبا نهاية نوفمبر بداية ديسمبر الماضي من السنة الماضية وحتى هذه اللحظة، يعني ثبت بشكل علمي أنه عملي أنه أقل خطورة من المتحور دلتا، وأنه أسرع انتشارا. إذا لم يسمح للدلتا بالعودة أو لغير الدلتا، نعم، إلا تظهر طفرات جديدة، فهذا في علم الغيب يعني لا نعرفه حاليا. وبما أنه الغطاء يعني المناعي الموجود في فرنسا هو كبير جدا، نعم، فلا مانع من قدوم يعني أشخاص من خارج فرنسا ولو كانوا مصابين، فلن ولو حصلت العدوى. على كل عندنا بين 200 ألف إلى 300 ألف حالة جديدة يوميا الآن، يعني منذ كم ثلاثة أيام تقريبا نزلنا عن 300 ألف حالة، فلن تؤثر كثيرا بما أن كما قلت المناعة المكتسبة يعني والمجموعية التي حصل عليها الناس بعد الإنتان، وبالإضافة إلى نسبة التلقيح العالية جدا عند الكبار اعتبارا من 18 سنة، عند 94% من الناس من السكان فرنسا ملقحين جرعتين أو ثلاثة جرعات، نسبهم ثلاث جرعات على كل، نعم، فلن يؤثر ذلك إذن على يعني انتشار الداء أو الضغط على المشافي، هذا هو السبب. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور رياض ترقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة، متحدثا إلينا من باريس، شكرا جزيلا لك.